لازم نكون متفقين في أمرين أساسيين. بالنسبة لنا نؤكد أن هذه الحكومة فشلت فشلا كبيرا في تحقيق كل أهداف الثورة، ومش في هذا فقط بل حتى في تسيير دوليب الدولة. فهذا نحن متفقين فيه مع الناس اللي تدعم في حق التمرد أو اللي وقعوا على رسالة التمرد. لكن كذلك حتى على مستوى المنصب التأسيسي ثم صحيح خلافية، ثم عديد الأمور يعني لعرقة المسار متاع المجلس الوطني التأسيسي. لكن إذا قررنا التجربة التونسية بالتجربة المصرية، رينا في مصر تمرير دستور ماهوش وفاقي، رينا معناتها أن الإخوان المسلمين مروا مشروعهم في مصر. الشيء هذا أدى إلى توحيد كل القوى المعارضة ضد الإخوان المسلمين، ووصل مصر للكارثة اللي فيها اليوم. في تونس الوضعية تختلف، رغم أنه هذا المجلس الوطني التأسيسي ما كانش مستوى هذا أمر قوله وأنا نائب في المجلس الوطني التأسيسي، رغم كل الأخطاء، إلا أنه المجلس هذا كان مراية الواقع المجتمعي متاع بلادنا. كيشوف النتيجة متاع العمل متاع المجلس الوطني التأسيسي، نقاو مشروع دستور تقريبا بنسبة 70% كان على الوفاق، ثم تقريبا فقط 6 أو 7 نقاط خلافية في مشروع دستور كامل. نتصور هذا أمر معناتها عادي وعادي جدا، وقاعدين نشتغلوا هنا في لجنة التوافقات باش نحاولوا نقلصوا من النقاط الخلافية هذه أكبر ما يمكن باش نقلصوا. لكن حتى لو بقى 3 أو 4 نقاط خلافية، فالجلسة العامة سيدت نفسها ونحاولوا نعدوا الدستور هذا، وندعو حتى لو تعدى الدستور هذا بالثلثين وإن شاء الله من البداية أنه نمروا للاستفتاء بيزيد تدعيم للمشروع بتاع الدستور هذا. في حال انه هذا الامر ما تمش، هذا هو المسار تاع الانتقال الديمقراطي العادي، ما تمش الامر هذا شو شجره يعني لما اسقاط المؤسسه المجلس الوطني التاسيسي، مش اسقاط الحكومه، اسقاط الحكومه امر اخر، ونحن كنا اول من ندينا باسقاط الحكومه وان تكون الفتره الانتقاليه هذه تسوسها حكومه انتقاليه محايده تماما عن كل الاحزاب. لكن المجلس الوطني التاسيسي هو الضامن الوحيد والاخير للشرعيه والمشروعيه في بلادنا. بسقوطها مش يحكم تونس ناس ما يمثلوش إرادة هذا الشعب، مش يمثلوا نصور بالأغلب أجندات أجنبية. هذا الشيء رينا في مصر، رينا تدخل إماراتي سعودي حتى غربي صفر في شأن دولة مستقلة. الأمر هذا نرفضه، الأمر هذا نجب نقول أنه حتى تدعيم لإحتلال. إذا تونس نحن نحتفل بنهار 25 بعيد الجمهورية، أن نعتبر إسقاط مؤسسات شرعية لتونس هو استعمار جديد بأيادي خارجية بدعم خارجي واضح بالخيار الأفضل للتواصل. وإن شاء الله يجيوا نهار ويفهموا الكلام هذا منيح منيح، هو أن نقلصوا في الفترة بتاع المسار الانتقال المتبقي، أن نعجلوا بتواريخ الانتخابات، ودعونا في الوثيقة بتاع بالانتخاب لا بالانقلاب أن تكون الانتخابات الرئاسية نهار 17 ديسمبر والانتخابات التشريعية نهار 14 جانفي. بالطريقة هذه فقط وبالتعجيل في إنهاء صياغة هذا الدستور والمصادقة عليه في شهر سبتمبر في أقصى الحالات، نكون مارين بلادنا الى ضفه بتاع السلام ان شاء الله، ان شاء الله نوصلوا لها ان شاء الله الضفه هذه. لكن في غير الحاله هذه يعني ان نهدوا المؤسسه الشرعيه اللي قاعده تجمع تونس الكل، نصوب باش نمروا للفوضى. لانه ايش معناها؟ يعني ناس صوتت وتجي اقليه مدعومه من الغرب وتستغل الفشل بتاع الحكومه، الفشل بتاع الحكومه حاجه، والمجلس الوطني التاسيسي والشرعيه واراده الشعب حاجه اخرى.